السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في كسرات الحي الجديد. اليوم غادي نقول لكم كيفاش كنعدلوا على الشباب ديال طنجة فحال كل عام. مغرب بلادي ارضي وارض جدادي، طنجو ربي يحميها. رايه حمراء نجمه خضراء من طنجة للدويرة. ما قد اللي غنحتاجوها سكين جبال، خرقوم، ملاح والابزار. بالنسبة للخضرة نحتاجو طوماطيش، الزيت، بصل، قزبر، معدنوس واللحم. المغرب باش نعيش هاد الأجواء مع صحابي، مثلا نعدلو عشاوة، نخرجو نلعبو، وباش ملي نطلع لأوروبا يبقى عندي ذكريات في راسي وفي بالي. هاد الأجواء هادو ما كنجبرهمش في بلجيكا، غير هنايا في المغرب، حيتاش عندنا الحباب، الصحاب، عندنا ذكريات، والوالدين خلقوا هنايا، اذا كاملين تقاليد دينا صافي. هاد الاجواء هادي مزيونه، كنجمعوا بنادي الحومه، كنبقاو نعملوا عشاوه مع بعضيتنا، يعني كنلعبوا، كنعملوا عشاوه، كننشطوا. وهاد الاجواء هادي ما كتنساش من بال ديالنا، كتبقى دائما عندنا هيدا، وما يمكنش يدوز شي عيد ولا شي مناسبه بلا عشاوه. مهم، أنا أب جوج البنيتات ملك الدنيا، خارقين بلجيكا هما، ولكن عندهم البلاد وعندهم طنجة في الدم. البلاد المغرب كيبغيوها بزاف، ودابا قالوا خصهم يعملوا عشاو مع صحابهم في كاسابراتا. المهم هما صحابهم مجموعين، والتقاليد ديال نوريهم تقاليد البلاد، البلاد ديالنا والمدينة ديالنا والكاسابراتا. المهم والمغرب جماعة باش ما ينساوش البلاد، وكيعجبهم يجيو بزاف من البلاد. الحمد لله هاد العشاوه هادي من تقاليد مدينه طنجه، وكنظن الشمال واقيلا كامل. المهم انا حنايا كسبرطه شي فلاح عينا جبرنا عشاوه كاينه. حنا عملناها مع بنيتات اللي كانوا صغاري بحالنا وداك الشيء، ودابا ولادنا حنا كنزرعوا فيهم هاد الشيء، هذا كيعجبهم الحال. لا ان شاء الله هاد التقاليد هادي ما غايموتوش. هادي حنايا عشان كنقول لك ولادي خالقين بلجيكا، وكنعلم لهم باش ما يموتش. دابا كل عام كيقولوا خصهم يعملوا هاد الشيء، هذا كنتمناو هاد الشيء يبقى دائما. الحمد لله طنجاوة، الله يودي طنجاوة والشمال كامل، ومهم المغاربة كاملين يبقاو تابعين التقاليد، يحافظوا على التقاليد هذه ما يضيعوها شي، وهذا الشيء طول إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.